كفر شكر يا باشا، كفر شكر اليوبيه بنها على طريق المنصوره الزراعي، اول طريق المنصوره الزراعي وانت جاي من بنها، من نزله بنها. تمام؟ رقم التليفون 0185852669. متاخرش كتير عشان الاسعار فيها تغيير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا الفيديو بالصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده معايا عرض مميز حبايب قلبي، اهلا بكل المتابعين الجمال من كل مكان. النهارده عندي عرض حلو بسعر حلو بصنف حلو وكله حلو بفضل الله تعالى عنا ابو سليم. ادعمنا باقوى لايك عشان احنا بنتعب عشان نجيب لك مواشي بسعر حلو. مش شرط ان انا اجيب لك 50 60 عجل واعرض لك اسعار اغلى من السوق ب 2003، لا يا باشا، انا انزل اجيب لك عجل واحد بس عجل تاخده شروه صنف ونوع وما شاء الله تحويل وحجم وسعر ارخص من السوق كمان. يلا بينا يلا بينا. بسم الله توكلنا على الله. معانا اول دبابه بالصلاه على جمال النبي، اول دبابه عجل خليط القشطين عمر حوالي 8 شهور. بس الفتحه هنا ايه؟ الفتحه هنا صلاه النبي، الفتحه هنا ايه؟ تريلا يا باشا، تريلا، الله اكبر، تريلا. الفتحه هنا بالمتر، تقيسها بالمتر، ما شاء الله تبارك الرحمن. ده اول عجل معايا النهارده عمر 8 شهور صلاه النبي، تريلا تريلا من ورا تريلا، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف عرض ايه، بكام يا ابو سليم؟ ب 25000 فقط فقط فقط. النهارده لو هتجيبه من اي سوق انت عارف هتجيب بكام. تعال نبص على تاني عجل، عجل ما شاء الله خليط فريزيان ما شاء الله وحش، عجل ما شاء الله برضو عمري 9 شهور او 10 شهور ما شاء الله، عجل فلاحي. بص هنا على خشبه ما شاء الله، خشب العجل عامل ازاي يا جماعه؟ ما شاء الله تبارك الله، فتحه العجل، عجل عدل بس هو ايه؟ رفيع شويه لكن خشب سليم خالص. عجل برضو اسطمبه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. بكام؟ ب 25300 فقط لا غير، اسعار نهائيه يا جماعه، اسعار نهائيه. تعال اخش كده على عجلتين الجاموس الصنفين دول ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله تبارك الرحمن. عجلتين قدام يا جماعه مفطومين، عجلتين قدام مفطومين. اول عجله فيهم اهي العجله البيضه دي، عجله صنفه وبص على فتحتها وشغلها. تمام، عجلتين عمر شهرين ونص مفطومين، الله وكيل 10 على 10. وتاني عجله فيهم اهي علفه اهي ما شاء الله. تيجي تشوف العجلتين بين علف الاثنين فتحتها اهي ما شاء الله تبارك الله. ادي العجلتين اهم يا خالد، العجلتين اهم عجول نظيفه، عجول ما شاء الله. بص بيشتروا عجول 10 على 10 بكام يا ابو سليم؟ مش هفرقع لك واقول لك زي ما انت بتسمع 12 و13، لا ده النهارده ب 21000 العجلتين، اقسم بالله تلحق يا ما تلحق. بص بقى على الفتوه ده، بص على الفتوه ده، الفتوه ده الخليط العالي ده، خليط مونبليار من اللي قلبك يحبه ما شاء الله. الوش السمح، عجل ما شاء الله عمر 6 شهور بس عجل دباب. بص فتحته هنا عامله ازاي، فتحه عدله، عجل صنف قوي، صنف صنف ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه. عجل تريلا عمر كام؟ عمر 6 شهور. مش هفجع لك واقول لك زي اللي انت بتسمع 26ات وكلام من ده. بص صنف يا جماعه، الصنف بيحكم. بكام يا ابو سليم؟ صل على جمال النبي ووحد الله واذكر لنا الله في تعليق جميل كده. بكام؟ 23000 فقط يا جماعه، 23000 فقط. طب بص على البغل ده ما شاء الله، الله اكبر. فحل جاموس معايا هنا بس فحل ايه؟ من الدرجه الاولى، فتحه زي بتاعت العجول السمنتال. بص فتحته عامله ازاي، خشب، الله وكيل عجل. بص ما فحله من كده، عجل عمر 6 شهور بس عجل دبابه، عجل بص عامل ازاي، عجل دبابه دبابه ما شاء الله. يقف معلفك يجيب لك الخير. بص فتحته هنا عامله ازاي، فتحه عجل سمنتال
ما شاء الله. بكام ابو سليه؟ 17500، 17500 فقط لا غير. خش على الوحش ده، خش على الوحش ده اللي بيمسح الطويل ده. عجل خليط سيمنتال عمر 3 شهور، خليط سيمنتال فاتحه وشغل طيب. احنا كنا عارضينه الفيديو اللي فات ب 15250، الفيديو ده هننزله لك ب 15500 فقط لا غير. ما شاء الله، عجل في الاكل والشرب بالصلاه على النبي وفاتحه وشغل وهيئه صلاه النبي الله اكبر عليه. عجل باشا، عجل تتصور جنبه، ما شاء الله الله اكبر. ارجع واقول لك عنواني في الاليوبيه بنها على طريق المنصورة الزراعي مركز مدينة كفر شكر، رقم التليفون 0185852669. شوف وشك على خير يا حبيب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل المتابعين من كل مكان. دخلت فيديو أبو سليم لازم تعمل أقوى لايك النهاردة، لأني معايا عروض بتبدأ من تحت. معايا جاموس نتي، جاموس صلاة النبي الله أكبر، نتي أكالة اللهم صل على النبي، هتاخدهم تدل أبو سليم، واخدين كفة التحصينات، ومعاه جول بقر، أسعاري بتبدأ من تحت، من تحت تحت، تحت تحت تحت. تعالى وصلي بينا على النبي، نتفرج على أول نتاية معانا. بص كده يا باشا، صلي على النبي كده، تعالى اتفرج. صلاة النبي، معاه نتاية حلوة أوي، صنفة أوي، صلاة النبي الله أكبر، بص لي كده عليها. تعالى قرب كده، عمر 60 يوم. صلاة النبي في الأكل يا باشا، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. عمر 60 يوم، عمر شهرين، بكام يا ابو سليم؟ يا ترى بكام النهارده؟ انت بتسمع حشرات ومشارات وحاجات زي كده؟ احنا صلاه النبي ما عندناش الكلام ده خالص. النتايه دي يا جماعه بمرضي الله واللي عمله ربنا بينهولك بكام؟ اقول لك على حاجه، مش محصله ب 9000. اقول لك على حاجه، ب 8600 جنيه فقط لا غير. طب اقول لك، احنا هنعمل إكرامية 50 جنيه كمان، تبقى ب 550، 8550، عمر شهرين، اتفرج على الأكل والشرب، صلاة النبي الله أكبر، صلاة النبي الله أكبر. نخش على تاني حتة، تعالى على تاني حتة دي كده، نتاية ما شاء الله، عمر شهرين ونص، نتاية صنفة أوي يا جماعة، ما شاء الله الله أكبر عليك، نتاية ما شاء الله قديمة، قديمة، وحش، الصلاة على جمال النبي. تم يا جماعه، فيها 8 سنات الله اكبر. بكام يا مسلم؟ تخيل بكام الحلاوه دي والبياض دي والجمال دي والدلع دي. تعالى كده، تعالى، بكام الصنافه دي كلها؟ بكام؟ ب 10250. تعالى كده، صلاه النبي الله اكبر، بص لي على النتايه دي، شايف الاكل والشرب، بسم الله ما شاء الله، اصنف نتيه هتشوفها على اليوتيوب، صلاه النبي الله اكبر. بص الفتحة هنا، الشغل ده الحلو ده، الأكل معاه، صلاة النبي الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. بكام؟ أنا بخاف من بكام دي. اعمل أقوى لايك، اعمل أقوى لايك النهارده، مش ب 10250 زي أختها. طب أقول لك على حاجة، ب 9800 جنيه بس، ب 9800 جنيه بس. طب تعالى كده بص بقى دي، صلاة النبي الله أكبر، البياض والجمال والحلاوة، صلاة النبي. بص على الأكل يا باشا، بص على الأكل، الله أكبر، ربنا يحمي المال لأصحابه، ما شاء الله. بكام يا باشا صلاة النبي؟ بكام؟ ب 10000 فقط، ب 10000 فقط، فقط. تعالى كده معايا يا باشا، صلى على النبي كده معايا، صلى على النبي كده معايا هنا، حتة خليط سيمنتال ما شاء الله، ذكر خليط سيمنتال ما شاء الله، علفة برسيم بريس، عمر 3 اشهر. انت بتسمع 17ات وبيقولوا لك ب 16800، ده ابو 16800 اهو، ابو 16800 اهو. بكام النهارده؟ ب 15250 يا بلاش. تعالى كده، تعالى اتفرج على السقو ده، سقو صلاة النبي الله اكبر عليه، خليطه مش طايم من العالي، خليطه مش طايم من العالي قوي، اللي ان شاء الله في العيد الكبير السنه الجايه تطلعه طن ونص بفضل الله. بص كده يا باشا، الخليط العالي قوي 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 قوي، بسم الله ما شاء الله. تعالى اتفرج على فتحته، عليه فتحه يا جدعان، بص على فتحته كده، فتحته تريلا،
تريلا دبابة، ده أول سقف. عمري كام؟ عمري 8 أشهر. تعال اتفرج على تاني سقف، سقف خليج براون من الممنوعات، ممنوعات يا صاحبي. بص كده على فتحة العين، خليج براون من العالي قوي، عجل زوق 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 زوق. شايف الفتحة؟ شايف الشغل العالي ده؟ الشغل العالي ده يا باشا ما بيجيش إلا عند مسلمين بس، عند مسلمين بس. صلاة النبي. شايف الشغل البراون يا باشا؟ شايف شغل البراون اللي من الممنوعات يا باشا؟ صلاة النبي، الله أكبر. عمر 8 شهور، ده تاني سقو معايا. تعالى كده، سقو خليج فريزيان بطل، بطل من الأبطال. صلاة النبي، عمر 8 شهور، بص عليه كده، بص على فتحته كده، أقول ما شاء الله، الله أكبر عليه. فتحات وشغل وحلاوة بالصلاة على جمال النبي، وأكل وشرب، مش هتلاحق ترمي الأكل والشرب أصلا. صلى على النبي كده، العجلين دول، العجلين دول مع بعض حبل واحد بكام؟ ببلاش. انت بتسمع فيهم بيقولوا لك 27 وكلام من ده و26، مفيش الكلام ده عندنا خالص. النهارده العجلين دول ب 49,000. اتفرج على فتحاتهم كده وشغلهم، والله العظيم ما يتقيس عليهم فلوس. البهايم مش بالكوم، البهايم مش بالكوم، ما يتقيس عليهم فلوس. هتتفرج على البطل ده، البطل ده بكام؟ ببلاش الا رابع، 23,500. عجل صلاة النبي، عجل صلاة النبي عليه.